ننتقل وإياكم إلى بعض هذه الصور التي وصلت إلى غرفة الأخبار، وتحديدا تظهر المسيرات التي كانت قد استهدفت موقعا عسكريا في نهاريا. إذن نشاهد وإياكم بحسب ما يصل إلينا صور تظهر هذه المسيرات التي يبدو أنها قد استهدفت موقعا، ذلك تحديدا في نهاريا. وسوف نقف على مزيد من التفاصيل، لربما كل ما نتجه عن هذه المسيرة في سياق الوقت المتبقي.